ما شاء الله، الله يزيد النعمة يا رب. حياكم محلات أبو نعيم أولاده لبيع الأسماك والربيان، أسماك ربيان طازج وأول بول. وحياكم محل نعيم تركيا الصناعية الشارع العام قبل بقالة قمر بني هاشم، ونبدل لكم بالكرزي الأصلي الوكالة كالمعتاد، ربيانة ذهب على مستوى وسطي قوي وضمان تخزين طراد على الشرط فوق وتحت على 500 ريال، ما نبى 530 رغم انه مرتفع، 500 ريال، روبيانا ذهب وسطية قوية وطراب، نص الثلاجة 250، 5 كيلو ب 100 ريال على الشرط روبيان فوق وتحت، ما يحتاج ضمان تخزين طازج، عندكم وسطي قوي 750 ريال روبيانا ذهب، ونص الثلاجة 380 على الشرط ذهب أصلي وثلاثة ونص بمئة ريال وسط قوي، وعندكم جميع المقاسات هامور ملكي شيخ السمك ما يحتاج، في 60 وفي 55 وفي 65 على حسب المقاس، هامور على الشرط خيرات الله وطراب، سمان بلدي أصلي وكالة 55، وعندكم عندك قشطة 40 ريال على الشرط طراب بخيوطه، خضرة ذهب أصلي ما يحتاج على 30 ريال، كبسة محموز دفتر صالونة، عندكم شهادين على مستوى شعري وسط ذهب أصلي 35 ريال، فراولة ما يحتاج، عندكم عروسة على 30 ريال، عندكم هذه الجيمات ما لمس 5 كيلو ب100 ريال، وتعال تفرج وحكم محل نعيم تركيا الصناعية الشارع العام، اكتب في جوجل وبجيبك، رقم الجوال 0503449616، ومحل ابو نعيم تارد سوق السمك محل رقم 7، الدوام كالمعتاد من 7:30 متواصل لنفاذ الكمية، حياكم.